الصايب عبد الله ابراهيم عبد الله سيدي ما فيني زتة من هون، أنا بس توقفت في العالم بلان بشعر الحزب، ما فيني توقفت يضربوني إليه. هلا دعني لك نضرب لشعر الحزب قذيفة. استنى 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 ندير باكل يعني والله الشغل مش شربه لك والله ما في شغل مو نوري جبل هلا ما ابغى في رمي عنا عايزين نجالب عندي بس لا تلقى مرش الشباب كلياتها زد قبلي فادي لو استلفنا انت بالانشطه سيدي اي على الانشطه ما بيجي من وين جوصل من هون ماشي برشاف بدي امدح الاشباب عندي سيدي بعد لي واحد ثواني القناصه ما بتخاف منه المقصود ده تضرب على الشعب يخلي نيكو من الشعب يعني.
بروح ضابط ولا تجي له اللي تجي واحد ما خلص ما خلص ما خلص ما خلص ما خلص ويجي نتلاك من الرمي الرميدو بس احسن من واحد جاي بس ما عياطه يقول اخ لهوني اللي صبطها بيت الرايد سيد الرايد قبل ما يكون حاجتي ثانية سيدي من المدر القذافة بين بيت لا يا عمي سيدي كمان صار مرمى علينا من الانشطه يلا اكثر من صار في من شعب الحزب خلي يضرب قصيد خلي بعد ما دخلت الشيخ فورس مظلم خطوة غابة
سيدي بدي عندك ميزان تبع رشاش مضل عندي غير عندي. سيدي أكثر من 10 طلقات. سيدي تعليق يا معه. سيدي خرطونا المعرض خطر. هذا خطر من الخطر. يا سيدي ده المضروب قد ضعف علينا. هيدا عليك الشيطان وعيد تدخل دعنا في قدامنا. سيدي بشرة يلا 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 بشرة تلك الشيطان وفارد دعونا اطلعوا عليك الامان بشعب من شعب الحزب. اه ننظر بقى نتحرك كل الرمي ما يجي على المتة شي اكثر من 10 طلقات مع بعض ما يجي بالمتة. علي عز بحث ظل الرقم وانتجي الحدا سيدي مطفوح بس مراقب كمان الأنشطة عشان إذا طلع شي واحد على السطح نرمي. علينا والله العظيم مصطفى شو مصطفى لك يا مصطفى شو بدك يا سيدي بتقول لي تعمل حاجه بالله وعليك الامام خليك تصحى الارض دقيقه سيدي انا هاي بالمرصاد غير نضربنا شو بدي بس والله رخصنا عليهم وبس بدي بنشر نضربنا القسيسي خليك مفتوح لا ضربك خليك مفتوح سلام سيدي ولا يهمك ها لا لا ما فيها شيء لا لا على المدرسة شو اسمه عمار لحاله او الرمي على الانشطة الرمي كتير علينا مصطفى ياسين بعد تورينو في جايدة انت صار تحت يطلع على السيبة يا مصطفى مصطفى لا تبين راكبة ايه لا تبيني من المدينة شو بداتك يا عبير الشطر بك عبير لان عبير من بالعلب بسيش بالعلب 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 وشوف لي يا انشلف هلا في الغير ما في بيش لا تمدي لك ترى والله رأيك لأمك يأخذ من يوكي يا
يا فادي هي تجد ما في علم شراغين معها سيدي ما فينا نتحرك بس تحركنا والله ما يضربه بالمسته يعني بس طلع واحد ما يدون يسيبه مصطفى ياسين نزل على تحت على الشباب الصوف ايه سيدي شلحنا العلم ونزل لتحت مصطفى ياسين مصطفى ياسين مصطفى بيحكي معك الرأي مصطفى بيحكي معك الرأي شكرا لا شكرا الأصبر شكرا يا مصطفى مين الحرس هذه يا ابو زين الشباب يلا خليه مع عمار سلام خليه يضربوا بقى حرس الاهلي خليه يضربوا خليه يضربوا بقى شو هيك مصطفى فاضي ضل يضربونه طمله ايه وطي راسك I'm going to go to the hospital.